دورة ال 94 طوعوا بالجيش بصفة تلاميذ الضباط. هلا كان صار لهم بضعة أشهر، تندلعت الأحداث بشهر 10 1990. هالأحداث اللي جرت أدت لأنه يضطروا يفلوا من المدرسة الحربية، وبعد فترة تقريبا تقارب السنتين أو سنة ونص رجعوا استدعوا على المدرسة الحربية لتكملة البرنامج، وتم تخرجون كدورة كاملة سنة الـ 94. تقنيا عسكريا ما تعني الأقدمية؟ خلينا يعني على الأقل فينا نجاوب على السؤال، نحكي شو معنات الأقدمية، ما هو معنى الأقدمية. نحن في معايير معينة بالجيش للترقي، في معايير، أول شيء في قوانين بفرضها قانون الدفاع والقوانين المرعية الإجراء، وفي معايير بتوضع قيادة الجيش. يعني أنا إذا بعطيه قدم للترقي لمدة سنة وهو عنده 4 سنوات برتبة معينة، بده 5 سنوات حتى يترقى للرتبة الأعلى، مجرد ما أعطيه هيدي الأقدمية بيكون كأنه استوفى ال5 سنوات بهيدي الرتبة. وهيدي شغلة حساسة ودقيقة بالجيش، لأنه إذا لم يمضي ال4 سنوات مثلا كاملين للترقية مع هيدي السنة الأقدمية ما في يترقى، إذا بده 5 سنين ليترقى لا يمكن ترقيته إذا كان المدة ناقصة ولو أيام قليلة أو حتى يوم واحد. إذا مش مستوفي ال5 سنوات كاملة ما بترقى. إذا عند ضباط ال 94 اليوم هن برتبة عقيد، بده 6 سنوات لحتى يرقى لرتبة عميد، من عقيد لعميد بده 6 سنوات. هلا في ناس عندهم 5 سنوات لأنه عندهم أسبقية على رفاقهم نتيجة عمل بهرة قاموا فيها، بالتالي إذا بياخد سنة هلا إضافية ممكن إنه يرقى لرتبة عميد على رأس السنة، بكون استوفى الفترة المحددة اللي هي 6 سنوات. ماذا تعني بعسكريا الأعمال الباهرة؟ الأعمال الباهرة التي يقوم بها العسكري هي الأعمال إجمالا الأعمال الحربية، أو أعمال تتعلق بمكافحة الإرهاب، يعني مقاتلة العدو الإسرائيلي أو مكافحة الإرهاب. إذا كان مجلي بميدان المعركة الضابط أو العسكري يكافأ، وإحدى المكافآت اللي كتير مهمة خصوصا للضباط، لأنه رتبة طبعا الرتب تعني كتير للضباط، يعني إحدى أهم المكافآت هي القدم اللي بيمنح للترقية، وهذه بتقترحها قيادة الجيش للذين يستوفوا الشروط، يعني كانوا مجلين بالمعركة ورؤسائهم تراتبيين بيقترحولن هذه الترقية، وبتوافق عليها قيادة الجيش وتصدر فيما بعد بمرسوم من قبل رئيس الجمهورية.